فيستير كانت في اجواء شويه استثنائيه مع العلم لا شيء حسين. هذا هو الخطاب ديالي اللي كان لا شيء حسين. العبره بالخواتيم اكيد لاول مره ما بقيناش في زون غوليكا، اول مره اللي تنكونوا زعما في منطقه لا تؤدي الى النزول، لكن خاصة تكون الجدية المعهودة. انطلاقا من يوم غدا يبداو التدريب، الاسبوع المقبل غادي يكون حاسم، لكن حنا في واحد المسار ايجابي وفي واحد الديناميه. فوالا بالنسبه للمقابله اظن انه السيناريو المنتظر هو ما حصل. خلونا الكره، داروا ان بلوك ميديوم با، مشاو في مرتدات في الشوط الاول. مرتداتهم كانت خطيره، لولا يقظه الحارس غايا، لولا يقظه خط الدفاع. اظن بانه في الشوط الثاني عطينا تعليمات ما بين الشوطين باش لعبوا بسرعه اكثر، يعني في تمرير الكره، في اون جوي ا دوالور. هذا هو الملاحظه ديالي. كذلك طيحنا سفيان المدن اعراب باش نلعبوا بدو سنتينيل باش يكون عندنا توازن دفاعي اكبر. ذلك ما حصل، اظن بان التغييرات كذلك قدمت اضافه. فخور باللاعبين، فخور بالانصار، فخور بهذا الانتصار سنهدي مره اخرى. السيد رئيس مكتب المسير، والي المدينه اللي حقيقه تتواصل معنا بشكل يومي، الحضور ديالو كذلك عطانا واحد الدعم معنوي. تنشكر كذلك والي الامن، رجال الامن، لان يعني امور التنظيميه تتمر بواحد السلاسه كبيره. زيرو شغب في طنجة، سا سي امبورطون، هادشي يحسب للامن للخليه الرياضيه. فوالا بالنسبه للمقابله اظن بانه كانوا فترات قوه لنا، فترات قوه لهم. هما انهكونا باللعب الطويل، جرينا بزاف. نمط اللعب ديالهم حقا فريق محترم، ايزون بون انترينور، عندهم غيابات، كانوا عندهم غيابات لانهم في لاشارنيغ سونترال، يعني كانت عندهم غير حلول ترقيعيه. حنا درسنا اللعب ديالهم، عرفنا بان بوخريس وسكحال هما المفاتيح، تيلعبوا بالشكل الطويل فيغ لو بوكس وتيحاولوا يربحوا الكره الثانيه. داروا لنا مشاكل كثيره، لكن حنا خلقنا فرص للتسجيل دون لو جو، ما استغليناهاش. فوالا مي كره ثابته قضات الغرض. فوالا سي ليسونسييل سي لو 3 بوين. اون ايتي با سوبر بون، زعما ما كانش شي اداء وشي محتوى في مستوى كبير كما عودنا الجماهير ديالنا، لكن العبره بالخواتيم، وغادي نشتغلوا اكثر باش نطوروا الاداء ديالنا الفردي والجماعي. تقريبا 65 مقابلات الاخيره، ربما هذه هي اقل مقابله مردوديه من هاد اللاعبين. كان واضح ان كان الضغط كبير على اللاعبين، وهذا اللي خلى ان حتى كاين تسرب في الحركات ديال اللاعبين. كانت هناك خشيه من الهزيمه اكثر من البحث عن الفوز. نعم، حقاش كما ذكرت، يعني تنشطرك، لان حسابيا نقطه التعادل كانت ستخدم الفريق الدفاع الحسني، لان ما غاديش يطرا اي تغيير على سبورة الترتيب. واخا على سبورة الترتيب، اذا قلت بان عندك الحق. الشوط الاول كانوا بوكو دي شي اخطاء في التمرير، في الاستلام، في اتخاذ القرار. خلقنا فرص، مي دائما تتغيب داك اللمسه، تيغيب القرار المناسب. نورمال، مي كما ذكرتي الاسباب والمسببات يعني عديده، لكن اهمها الضغط، الخوف من الهزيمه. لا اظن لانه كنا تنبحثوا على الفوز، لكن هما كذلك سبب واحد الزياده عدديه في القدام، ديما كان واحد التراجع اكثر من اللي كنزيدوا القدام. مساله عاديه، لان حنا تنعرفوا بانهم نقطه القوه ديالهم هما المرتدات، بانهم يقدروا يديكلونشي ان كونتر يمكن من لا سيرفاس ديالهم. فهمتي؟ يعني تيقدروا لي زاغيير لاتيرو ديالهم، الاظهره ديالهم، هما يكونوا وراء الهجمه المنضده. وجرينا بزاف، جرينا بزاف. لكن ما يهم اللاعبين ديالي في الاداء في الشوط الاول هو كان ريتم ثقيل، كناش تنمروا بسرعه. الريتم طلبت منهم باش يرفعوا من الايقاع، باش هما يجريو بزاف، نجريهم في عرض ديال التيران باش يكون انجليسمون، اون اسبيرو يوقع شي ديكالاج ونخلقوا شي فجوه. ذلك ما حدث في الشوط الثاني. مشينا مرات عديده عبر الاطراف والعنف كذلك، لكن مساله عاديه. سي اومان لاعبين، يعني منذ انا التحقت في جونفي، لكن هما تيعيشوا هذا الضغط الرهيب منذ بدايه الموسم. الله يحسنهم، انا حييتهم على هذه القوه الذهنيه ديالهم. ما كانش عندنا هامش الخطا، ملي ما تتكونش محرر نفسانيا ما تتاديش بشكل جيد، وما تيكونش عندك دقه في المهارات التقنيه ديالك. مساله عادية، لكن فخور بهم وفخور بالاداء، فخور بلا جرينتا، بالروح. وفوالا المو لو مايو، باش حنا هضرنا معاهم
راه اللوغو ومصلحه الفريق هو الاول. عاد نتوما لي جوغ سون دي سالاري اللي ما دارش الدور ديالو نحيدو ونديرو واحد اخر، زعما ماشي شي حاجه كبيره. عزيز سؤال تفضل. هلال البرمجه تحتم عليك في 5 ايام مباراتين، كيف ستتعامل مع هذا الوضع؟ المباراه ديال اليوم كانت فيها كما قلت لعبه جراو، لا فريشور كيفاش غترجع اللعابه، الخصم ربما كان استفاد من ديك التوقف باجراء مجموعه من المباريات، وبالتالي المباراه ديال مباريات حلبيه وديه ربما ساهمت في ديك لا فريشور ديال اللعابه ديالهم، لان كتشوف اللعابه ديالهم كانوا واقفين في بعض المراحل ديال المباراه كما ذكرتي، وكانوا خالقين متاعب لاتحاد طنجه خاصه في الجوله الاولى. هو ديجا ما نقدروش نهضروا على العياء في الجوله الاولى، يعني شيء غير منطقي. إذا ما كانش عندنا مشكل حنا في العياء، الارهاق عندنا حنا تعب ذهني. عينا بان كل مقابله تنلعبوها كمقابله سب، يعني الله يحسن العوا اللاعبين. جو بونس كو بما انه كاين تكافؤ الفرص وايام الراحه هي نفسها اللي غادي تكون عند الخصم المقبل، المشكل ما مطروحش. غادي قدر الامكان نحاولوا ندوروا المجموعه، نوجدوا لو بلون دو جو كذلك كونفينابل. غادي نلعبوا مع فريق اللي مرتاح نفسانيا، يعني اللي ضامنا بشكل رسمي البقاء ديالو في قسم الصفوه، لكن لا اظن بان غادي نكونوا لا فا با اتخ زعما متعبين مرهقين، بالعكس سي اون فورجون. زعما كثره المقابلات المتتاليه تترفع من الايقاع. انا اتوقع باش يكون ايقاعنا في اللاعب اكبر في المقابلتين المقبلتين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.